ايضا ذات الفريق منتخب الليبي. قبل ذلك كانت لدي عروض وكاد ان يكون مدربا للزمالك في فتره سابقه، ولكن خفيت كلامنتي. ايضا هو كمنتي اللاعب كورنجو حلوه، عمل الكره حقيقه، عمل كل شيء في الكره هذه. تمريره كانت حريريه لمبارك الفريق في جانب الجمهور اللي حاضر هنا في استاد جابر الدولي في هذه اللحظه، ولكن التمريره رائعه. هناك تمريره حريريه تصعب لي على الدفاع ايقافها، وبالتالي تكون سهله للمهاجم تخليصها في الجول في لمسة على طول، وبالتالي عكس اتجاه الكرة، وكان حارس المرمى في اتجاه وركلة ووضعها في الزاوية في الجول. شوف اللعبة فيها فين، فيها قراءة، فيها اتخاذ قرار من جانب باص فلاني، حافظ على كورتك فلاني، كرة معاه وينتظر مساندة فلاني مع من؟ محمد القلب، في كل العرضية والرأسية شبيب، مرة تأخر فيها مررها حقيقة. لا احمد عامر التربيعي، وبالتالي هناك كره ثابته للمنتخب الليبي الان. هناك بالنسبه لنادي بالنسبه لمنتخب الليبي، قد ياتي بالرد، قد ياتي بالحل من كره ثابته، وهي قريبه وهي خطره، وعند لاعب متمكن في الكره الثابته. اوه تصدي ومحاوله مره اخرى، لا زالت خطره، جول. لكن في رايه في رايه في رايه في في راية سولف، كان في وضعية تسلل، سولف كان في وضعية تسلل لحظة تسجيل كرة، وبالتالي حكم المباراة. اشكراني شوف أربعة خمسة هم في وضعية تسلل، وبالتالي واضحة. يكون عندك في فترة من الفترات لاعب بهذه القيمة، وتكون عندك ظروف بتلك التي مرت على الرياضة وكرة لعبة الآن، وتدخل إلى الصولة عن الصولة الآن بيلعبها جهة اليسار لمصلحة الهوني إلى الصولة، وكرة ملعوبة، وهناك سقوط للاعب في كرة عرضية في كرة جول. جول، وهدف التعادل، هدف التعادل. عمر خوجة، وفي ظل وجود لاعب صغط في الرياض ملعب المباراة في داخل 18، لكن لم يصفر حكم المباراة. بد أن نكون نركز مع الكرة، الحكم مع الصافرة حتى لو كان ساقط اللاعب، وبالتالي المنتخب الليبي عن طريق عمر خوجة يدرك التعادل في الدقيقة 29 من زمن شوط المباراة الأول بكرة عرضية. شوف عدم التركيز كان في شو هذه سقوط لخالد صباع، لكن هذا ليس عذر يا الهاجري، وبالتالي ربما يتخذ فيها حكم مباراة، لأن هناك فيها خطأ، يبدو فيها خطأ، لكن لا توقف اللعبة ما تمسكناني شايفه يلقي الهدف. ما ألغى هدف صحيح لمصلحة نادي لمصلحة المنتخب الليبي، هدف التعادل والبدني. لابد أن يكون هناك توزيع، وبالتالي حتى لا ندخل في مراحل صعبة. وكرة ملعوبة العرضية، حمد في هذه المواجهة هنا في استاد جابر الدولي، تعادل إيجابي بين منتخبنا الوطني ومنتخب الليبي الشقيق، وكرة اللعبة الآن والعرضية، تعادل كان وألقي الهدف، وبالتالي لا زال منتخبنا حافظا على تقدمه في هذه المباراة بهدف ليلا شيء، وكرة اللعبة العرضية، وخطرة عرضيات مخطني. هل يستمر بهذه الطريقة؟ ولكن هنا الآن الهوني على تنفيذ الركنية، بلعبها كرة وعرضية عالية، لكنها عدت. كرة في النص، تلعب جهة اليمين الآن عرضية، واللمسة الأخيرة، جول، الله، جول، فيها ثلاثية، فيها تفوق عالي جدا. بالهدف الثاني سجل هو شبيب الخالدي. شوف العرضية من الدوسري إلى الخالدي، إلى شبيب الخالدي، راشد الدوسري. شوف اللعبة وين عمله، على طول تابع شبيب الخالدي الذي يستكمل تألقه في البطولة المحلية الآن
في تسجيل الهدف الثاني في مرمى المنتخب الليبي. لعبة رائعة جدا، ثلاثية كانت قد بدأت في الجهة اليمين، وبالتالي نجح هو شبيب الخالدي. الهوني الهوني إلى محمد صولا، صولا بيلعب لكرة عالية عرضية، خطرة، ولكن باب الحربي واو الليبي، وتصل إلى صولا. صولا بيحاول يلعب كرة ثنائية الآن، محاولة المرور والعرضية مرت، حبرت وين؟ عدت كرة فاضل منصور، وبالتالي كرة الآن ركلة مرمى الليبي خالد صباح في هذه الجهة، وكرة لعبت الآن مرة أخرى إلى عمر خوجة، وكرة ليبية محاولة للمرور. أكثر تركيز، أكثر رغبة في تقليص الفارق في هذه الأثناء، في هذه الكرة، وكرة توصل غريبة وتسديدة في المرمى. شوف الأخطاء التي أتت، وأتت كرة إلى مبارك ثنيني، وكرة لعبت الآن الشبيب خالدين. الله، عمل هذه السنوسي، كرة في النص مع توامي، محمد توامي، لعب ليبين سنوسي بالعمل كرة بينية خطرة ومحاولة المرور، عدت رائعة جهة اليمين، محاولة موجودة لمصعد منتخب الليبي، محاولة وتسديدة ولكنها لعمر خوجة، والثابتة الليبية لافة، ولكن برافو حارس المرمى. عندي لا شيء، أعتقد يبدو أن الأمور طيبة في هذه المباراة. ارتدت من جانب حمد القلاف في محاولة الصولة، وما أعتقد أنها تحسب بلنتي، هذه ما فيها شيء، لمسة وجية. وهنا حمدو الهوني على تنفيذ الركنية بالنسبة للمنتخب الليبي الرئيسية، كرة مرت وصلت، خطرة، وتدخل في الوقت المناسب للليبي، لكن تدخل موفق لحارس المرمى في هذا التصدي.